مكملين مع حضراتكم. كابتن عبد الجليل، رايك في مباراه غدا ان شاء الله، مباراه الزمالك والاسماعيلي في دور 16؟ مباراه كوره كابتن. الاسماعيلي بيمر بفتره حلوه قوي الفتره اللي فاتت، خلاص عدى مرحله الخطر في الدوري، عدى ودي تاثر نفسيا على اللعيبه جدا، وبالكواليتي بتاع اللعيبه دي. انا بشكر حسني وبشكر حمزه الجمل لان هو ده الكواليتي اللي كان في اخر الجدول، يعني اللعيبه قليله فنيا مش جامدين، هو بس فيهم الروح. اما بالنسبه للزمالك، فالزمالك حالة السنة دي والسنة اللي فاتت، يعني ايه؟ يعني هو وحش بيعرف يكسب، بأي حد بيعرف يكسب. كان انا قاعد بقول له بالذهب، لما اربع خمس لعيبة ناشئين ويكسب، وبيكسب بالثلاثة وبالاربعة، اشرف بن شرقي يمشي ما يقعدش، فرجاني قبل كده مش عارف مين، ابو جبل برافو عليك، طارق حامد، لا تقال لعيبة تقيلة، وسيد نيمار بقى وحسام، وبيكسبوا بالثلاثة لا دي حالة كويسة. فدي شيكابالا نجم الفرقه والدوري المصري، وهيزعل مني تاني بقول له لو خدت الدوري السنه دي يا شيكابالا اعتزل وانت تطلع بالباب الكبير. في ناس بتقول لك شيكابالا يرجع المنتخب، بس خلي بالك ليه دور كبير جدا مع فرقه الزمالك، وماله لما يبطل جوه الملعب جدا، لما يبطل يمسك مدير كوره. بس انا بكلمه ايه كاخ اكبر، انت فاهم دماغي ولا مش فاهمها؟ معاك ان هو مش هيلاقي فرصه احلى من دي شيكابالا انه يخرج باب الكبير. ما يستناش الجمهور يزوم عليه، يا عم بطل بقى. دي كلمه من اخ كبير شيكا، حصلت مع لعيبه كبيره، حصلت محمد رمضان ابو الدهب كان قاعد جنبه في الاتوبيس يقول له عشان خاطرنا كمل، يقول له مش هلاقي فرصه، جاب ثلاث اجوال او عزم امام. برافو عليك. طيب كابتن ابو الدهب، رايك في مباراه بكره؟ يعني الزمالك كابتن عبد الجليل مباراه فيها فنيات كتير جدا يا فاروق بكره. حاجة تانية ان الاسماعيلي عدى مرحلة الخطر، اكيد هنشوف بيلعبوا بنفسها دي، هنشوف كرتهم الحلوة. يمكن في شغل الفترة اللي فاتت من الكابتن حمزة جمال مع الادارة مع الكابتن حسن عبد ربه. فرقة الزمالك يمكن عندها انتعاش ومش هيفرطوا في اي يعني اي نقطة او اي مباراة. اعتقد ان نتفرج على مباراة جيدة من الفرقتين، خصوصا مباراة الاسماعيلي والزمالك تبقى فيها فنيات كبيرة جدا. صحيح.